حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. تجار يمنيون يشكون مصادرة التحالف العربي بضائعهم وبيعها بالمزاد العلني. الصحافة الفرنسية تتحدث عن طفلة لفتت أنظار العالم إلى اليمن قبل أن تموت. ومن أخبارنا المنوعة، السجن 10 سنوات لرجل شجع زوجته على الانتحار في أستراليا. أهلا بكم. البداية من موقع عدن الغد والذي تابع جزءا مما يتعرض له التجار اليمنيون وعنوان الموقع: تجار يمنيون يشكون مصادرة التحالف العربي بضائعهم وبيعها بالمزاد العلني في جدة. وقال الموقع: شكى عدد من التجار اليمنيين قيام التحالف العربي بمصادرة بضاعة تجارية استوردوها عبر ميناء الحديدة قبل أن يتم تحويلها إلى عدن ومنه إلى ميناء جدة ومن ثم بيعها هناك بالمزاد العلني. وقال عدد من التجار في شكوى بعثوا بها إلى صحيفة عدن الغد إنهم قاموا باستيراد بضاعة تجارية هي عبارة عن 26 حاوية من مواد البناء عبارة عن لحام ومواسير شبكات المياه ومسامير، لكنهم فوجئوا بقيام قادة التحالف العربي بإعادة شحنها إلى ميناء جدة، وأوضحوا أن هذه الكميات تم شحنها قبل أشهر إلى ميناء جدة دون أن تكون مصدر خطر على أي طرف، مشيرين إلى أنه وبعد مرور عدة أشهر على بقائها في ميناء جدة تم بيعها قبل أسابيع بالمزاد العلني. وأوضح التجار أنهم تكبدوا خسائر فادحة بسبب هذه الإجراءات التي قالوا إنها ظالمة وغير مبررة، وناشد التجار التحالف العربي بإعادة قيمة هذه الحاويات التي تم بيعها بالمزاد العلني لأهلها وتعويضهم عن هذا الضرر غير المبرر. لم تكتمل فرحة الطفل عمار أحمد بخروج ميليشيات الحوثي من منطقته التابعة لمدينة الخوخة، فقد وقع ضحية لأحد الألغام التي خلفتها ميليشيا الحوثي وهي تغادر بعد هزيمتها. ووفقا لموقع سبتمبر نت، فقد استشهد الطفل عمار إثر انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي الانقلابية في مدينة الخوخة جنوبية محافظة الحديدة قبل هزيمتها. وذكرت مصادر محلية لسبتمبر نت أن الطفل ذا 14 عاما من عمره استشهد أثناء ما كان بصحبة والدته التي كانت ترعى الأغنام في قرية العاقر جنوب مدينة الخوخة. وأكدت المصادر أن انفجار اللغم أدى إلى وفاة الطفل على الفور، وعمدت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران إلى زراعة مئات الألغام الأرضية والعبوات الناسفة بشكل عشوائي في قرى ومناطق الساحل الغربي الآهلة بالسكان، وتسببت بسقوط ضحايا من المدنيين غالبيتهم من النساء والأطفال. يرى عبد الرب السلامي أن القتال وظيفة الدولة فقط، فهي الجهة الوحيدة التي لها حق امتلاك السلاح، وليس هناك أي مبرر لبقاء أي تشكيلات عسكرية خارج مؤسسات الدولة العسكرية باسم الجهاد أو باسم القضية أو باسم فلان أو علان. ويضيف في مقال نشره موقع الصحوة نت: منذ بداية الحرب ونحن نكرر ونعيد ونقول، الحرب في اليمن ليست حربا دينية ولا علاقة لها بالجهاد في سبيل الله، ومن ينطلق في عمله من هذا المنطلق فهو أحد أدوات المنشنة والخراب والدمار. وللأسف أن هناك من لا يزال ينطلق في قراءة الصراع القائم في اليمن من منطلق أنه صراع ديني طائفي، ثم يرتب على هذا التقعيد مواقفه السياسية وخطابه الإعلامي والإرشادي وسلوكه الميداني. وهذا النوع من الناس إما أن لديه قلة وعي بتعقيدات المشهد السياسي المحلي وبحالة الصراع الدولي والإقليمي، أو أنه صاحب هوى تستعبده رسوم الحروب. إن إنشاء ميليشيات طائفية خارج مؤسسات الدولة باسم الجهاد لا يقل خطورة على اليمن من الميليشيات السلالية التي تحارب الدولة والشعب باسم الجهاد. التوصيف الصحيح للحالة في اليمن هي أنها حالة انقلاب وإسقاط للدولة من ميليشيات طائفية، والواجب في إنهاء هذه الحالة ليس بتغذيتها بعمل ميليشياوي مماثل أو بخطاب طائفي تكفيري مضاد، ولكن الواجب هو مواجهة الحالة الانقلابية بالعمل على استعادة الدولة بأدوات الدولة فقط وصولا إلى إنهاء الحرب وعودة الاستقرار لليمن. الجهاد الصحيح ليس أن تشكل ميليشيات طائفية لمحاربة ميليشيات طائفية مماثلة، والدعوة الإسلامية الراشدة
ليس أن تقابل خطابا طائفيا متطرفا بخطاب طائفي متطرف مثله، ولكن المنهج الصحيح هو أن ترفض النهج الميليشياوي ذاته وترفض مبدأ الحرب الطائفية ذاتها الذي يريد طريق الجهاد الصحيح في اليمن. فهو اليوم متاح في ثلاثة مجالات، هي العمل الإنساني لإغاثة الشعب اليمني المنكوب، والعمل السياسي الوطني لدعم مشروع استعادة الدولة، والعمل الاجتماعي والإرشادي والثقافي لصناعة التعايش ومعالجة آثار الحرب النفسية واستعادة اللحمة الاجتماعية. تحدث موقع المشاهد نت عن عودة الحياة إلى محافظة تعز، وعنوان الموقع: تطبيع الحياة في تعز يعيد البهجة لأطفالها. وبحسب انتصار السيد الأخصائية الاجتماعية في حديثها للمشاهد نت، الطفل ينمو مع ذكرياته الحلوة والمرة على حد سواء. وخلال الفترة التي عشناها في اليمن عامة وفي تعز خاصة، تكونت ثقافة أطفالنا بطابعها العنيف نتيجة الحرب، والاستقرار سيعيد لهم توازنهم بالتدريج. وتضيف السيد أن الاستقرار العائلي يؤثر بشكل كبير على شخصية الطفل وتفكيره وصحته، وتغيير السكن يبدو صعبا بالنسبة له، فكيف بتغيير المنطقة قسريا نتيجة الحرب وبحثا عن مكان آمن يستطيع العيش فيه. وأورد الموقع ما حدث مع الطفل محمد نعمان الذي أسعده فتح الحديقة بمدينة تعز، وتهيأت له ولأقرانه الظروف لممارسة اللعب في الحديقة التي ألفوها قبل الحرب، فتغيرت نفسيته تماما. خلال تنقل الصحفي اليماني بسام القاضي في بلدة الأزارق في محافظة الضالع، تكشفت أمامه منازل الفقراء في البلدة الغائبة عن أنظار مسؤولي البلد الغارق في الحرب، تعج بأجساد الأطفال الهزيلة وحالات سوء التغذية والتفشي للأوبئة، وأسر لم تستطع توفير الحد الأدنى من الطعام. تقول العرب الجديد في عنوان تقريرها الخاص: مشاهد يمنية، عدسات الصحفيين وشبح الموت. دشن القاضي من خلال حسابه على موقعي فيسبوك وتويتر واسمي أنقذوا أطفال الأزارق: المجاعة تفتك بأزارق الضالع، وأطلق من خلالهما نداءات استغاثة للعالم وللسلطات المعنية بإنقاذ أطفال البلدة بعد أن فتك الجوع بأجساد الأطفال وحولها إلى هياكل عظمية وراء جبال وعرة ومناطق نائية لا تصلها الخدمات والاتصالات وغياب تام للسلطات الحكومية. كانت البلدة قد استسلمت لواقع الجوع والحرب، وحاصرت المجاعة الأسر المعدمة، ولم يكن أمامها سوى أن تبقى حبيسة للمأساة بصمت. وقال الصحفي بسام القاضي: الأزارق من أكثر المناطق فقرا على مستوى اليمن، وتعاني من كارثة إنسانية كبيرة، والمجاعة اجتاحتها وأغلب سكانها من الفقراء. الصحفي القاضي وبمساعدة عدد من الناشطين نشروا صورا ومقاطع فيلمية وإحصاءات للأطفال، كما نشطوا مع وسائل الإعلام المحلية ومنظمات إغاثية من أجل تسليط الضوء على الوضع الكارثي في البلدة. وكشف مدونون وناشطون خلال الأشهر الماضية عن أزمات إنسانية تشهدها مناطق عدة في البلاد، فاقمها الفقر المدقع واستمرار المعارك خصوصا في قرى صنعاء وحجة وصعدة والضالع وتعز والجوف ومأرب والمحويت. اليمن مؤشرات لانتهاء المرحلة الأولى للحرب. تحت هذا العنوان كتب عبد الوهاب العمراني مقاله المنشور في الموقع بوست: لن يستقر اليمن في حال انتهت الحرب بشكلها الحالي لمجرد إملاء دولي ورغبة دولية. كل هذه المحاولات هي فقط لإنقاذ الحوثي أو حل مشكلة السعودية وإنقاذها من مستنقع اليمن. سيستمر الصراع بين اليمنيين أنفسهم بدون مفردة العدوان هذه المرة، وحينها سترى ميليشيا الحوثي بأنها تواجه شعبا بأكمله وليس شرعية وراءها التحالف الذي عجز لنحو 4 سنوات. فواشنطن إذن تريد وقفا لهذه الحرب وليس نهايتها، بمعنى إيجاد حلول ومخرج لكل من السعودية والطرف الانقلابي ليس إلا. فلو كان الهدف القضاء على جماعة الحوثي لاتخذت الحرب مسارا آخر، أقله التركيز على العاصمة صنعاء وتكثيف كل الجهود والقدرات لاستعادتها. فالحوثي على استعداد للتماهي مع حلول كهذه، فهو برجماتي وليس عدوا للقوى الغربية بقدر ما تتقاطع مصالحها معه للحد من نفوذ قوى الإسلام السياسي السني كما يصورها الغرب أو كما يصورها إعلام الحوثي نفسه. لا بديل مناسبا للحوثي إلا تيار وطني نظيف
يولد من رحم المعاناة وليس إعادة تدوير الدولة العميقة وتدوير الفساد سلميا عبر تقاسم تحت عنوان التوافق، وهذا بداهة لن يتحقق. فتجريب المجرب ضرب من الحماقة، والاستجداء للإقليم بالتفاوض غدا مفضوح ومدعاة للخجل، فليس كل مرة تسلم الجرة. حقا ستصدق المقولة: حرب ستلد أخرى. في جولتنا اليوم بين الصحف الفرنسية نطالع من صحيفة ويست فرانس تقريرا ترجم خصيصا لقناة بلقيس بعنوان اليمن لم تنجو الفتاة التي كانت تتضور جوعا، في الصفحة الأولى من نيويورك تايمز. ويقول التقرير: قبل أسبوع كرست صحيفة نيويورك تايمز رسالتها عن المجاعة التي سببتها الحرب في اليمن، شملت التغطية صورة لفتاة يمنية عمرها 7 سنوات تعاني من سوء تغذية حاد. تواصل الصحيفة: وصفت الطفلة اليمنية جلد على العظام وأضلاع مرئية ونظرة في الفراغ، كانت هي صورتها التي انتشرت في جميع أنحاء العالم. علمنا يوم الجمعة أن الطفلة أمل حسين لم تنجو. أنا آسف بأن أخبركم بأن أمل حسين قد ماتت. غرد بذلك على تويتر مسؤول الطبعة الدولية لصحيفة نيويورك تايمز مايكل سليكمان. قالت أمها: انفطر قلبي على ابنتي. وعن الطفلة أمل أيضا تتحدث صحيفة لوفيغاغو الفرنسية، حيث كتبت الصحفية ماري بويتين بعنوان الفيسبوك يحجب مشاركة صورة طفلة يمنية، مضيفة في التقرير الذي ترجم لبلقيس إن الفيسبوك حجب مؤقتا مشاركة صورة التقطها تايلر هيكس لصحيفة نيويورك تايمز لأنها وفقا لهم مخالفة لمعايير الشبكة الاجتماعية. تم انتقاد هذا النهج من قبل مستخدمي الانترنت المحظورين والصحفيين، فلعدة ساعات لم يتمكن عشرات من مستخدمي الانترنت من مشاركة المنشور الجديد لصحيفة نيويورك تايمز الذي نشر على الفيسبوك يوم الجمعة الماضي. تفيد الصحيفة: شارك عشرات الآلاف من القراء المقالة على الفيسبوك، ولكن بعضهم تلقى رسالة تقول إن الصورة كانت ضد معايير النشر، كما حصل مع جورجي فانغ طالب ماجستير في الصحة العامة والذي قال: اعتقدت أن المقالة يستحق المشاركة لأنها تهز الناس فيتمكنوا من الاهتمام بما يحدث في اليمن. كتب الصحفي إيريك ناجيرني والمحرر مايكل ستيكمان: يجب أن يحكى بقوة ما يدور في اليمن وكل معاناته، لا يمكن أن يقال كل شيء بالكلمات بل بالصور أيضا. العالم كله يتدخل بعضه في بعض. تحت هذا العنوان كتب محمود الرماوي مقاله في العربي الجديد مضيفا: ومن المفارقة حقا أننا في عالمنا العربي بينما نتشبث بهويتنا القومية لفظا وقولا ومسميات، وبينما ينظر إلينا العالم شعوبا لأمة واحدة، فإنه يطيب لنفر منا توجيه الاتهامات بالتدخل في شؤون هذا البلد أو ذاك، وذلك حين يكون الرأي نقديا أو غير موافق للهوى. أما حين يظهر الرأي مؤيدا وبحماسة مفرطة فإنه لا يعد تدخلا أبدا، بل يعكس الخلق العربي الأصيل أو الروح القومية المتوثبة. وعلى النحو نفسه تجري ردود الأفعال حين يتعلق الأمر بدول ترفع راية الانتماء إلى أمة الإسلام، ويقوم خطابها الإعلامي والسياسي على مخاطبة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على أن أحدا من المسلمين لا يحق له إبداء رأي مستقل في سياسات تلك الدول المسلمة، ويعتبر رأيه تدخلا في شؤون داخلية صرفة، ويتم طمس هويته الإسلامية فينسب إلى جماعته الوطنية فحسب أو إلى فئة ماريقين ورهط متربصين، وسوى ذلك من نعود. والحال أن المعلومات والآراء يتم تداولها أيضا بالكيفية نفسها وعلى مدار الساعة وبمختلف اللغات، وينعكس ذلك على الاقتصاد وعلى الاستيراد والتصدير وعلى حركة السياحة وصولا إلى الصورة العامة لمجتمع أو بلد ما، وتتدخل خلال ذلك المفاهيم والأذواق والانطباعات وردود الفعل حيال أي تطور أو حدث يقع في أي بلد. في هذه الحقبة العالم كله يتدخل بعضه في بعض، لأن العالم بات متداخلا، وهذه إحدى وقائع العصر وحقائقه الجديدة ولا يغفل عنها إلا الغافلون. تبدأ المشكلة صغيرة لكنها سرعان ما تكبر وتتحول إلى مأساة.
آخر هذه الدلائل ما حدث في الصين، وتعنون صحيفة القدس العربي مقتل 13 شخصا جراء شجار على متن حافلة في الصين. وذكرت السلطات الصينية أن شجارا بالأيادي بين راكبة وسائق حافلة تسبب في سقوط الحافلة في نهر جنوب غربي الصين يوم الأحد الماضي، وتم انتشال 13 جثة من النهر، ولا يزال اثنان في عداد المفقودين. وأظهر تحقيق الشرطة أن الراكبة ذات 48 عاما خططت للنزول في محطة محددة، إلا أن الحافلة اضطرت إلى سلوك طريق التفافية ولم تصل إلى هناك بسبب أعمال صيانة الطرق. وأبلغ السائق الركاب بالنزول في المحطة السابقة، إلا أن المرأة لم تنزل وطلبت في وقت لاحق من السائق إيقاف الحافلة عندما أدركت أنها أخطأت وجهتها. ورفض السائق لأنه لم يكن هناك موقف للحافلات على مرمى البصر، ونشب خلاف سرعان ما تحول إلى شجار بالأيدي، وأفلتت عجلة القيادة من يد السائق أثناء المشاجرة، مما أدى إلى انحراف الحافلة فاصطدمت بسيارة قادمة قبل أن تسقط من فوق الجسر. من أخبارنا المنوعة ما نطالعه في شبكة البي بي سي، والتي عنونت السجن 10 سنوات لرجل شجع زوجته على الانتحار في أستراليا. وقالت الشبكة إن محكمة أسترالية أصدرت حكما بالسجن 10 سنوات على رجل لإدانته بتشجيع زوجته على الانتحار، وذلك في قضية يعتقد أنها غير مسبوقة على مستوى العالم. وأدين جراهام مورانت 68 سنة بتشجيع ومساعدة زوجته على الانتحار عام 2014، وخلص القاضي إلى أن الدافع وراء هذا الفعل كان رغبة الرجل في الفوز بعقد التأمين على حياة زوجته. وباعتبار مورانت المستفيد الوحيد من عقد التأمين، فقد أصبح بعد وفاة زوجته مؤهلا للحصول على قيمة العقد البالغة 1,400,000 دولار. وقال القاضي في المحكمة العليا للمتهم: لقد نصحت زوجتك بالانتحار لأنك أردت وضع يدك على 1,400,000 دولار. وعثر على جثمان الزوجة داخل سيارتها في 30 نوفمبر عام 2014، وإلى جوارها مولد كهرباء ورسالة تقول: أرجو عدم إنعاشي. وقال الادعاء إن زوجها قد اصطحبها قبل هذا إلى متجر لشراء المولد، وأخبرها قبل انتحارها أنه سوف ينفق أموال عقد التأمين على أعمال خيرية دينية. مجموعة من الصور التي نشرتها صحيفة الجارديان نطالعها الآن. ماذا تحمل لنا اليوم رسومات الكاريكاتير من رسائل؟ هذا ما نتابعه في فقرتنا التالية. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.